هشام يوسف، عندي 28 سنة، بشتغل محاسب سينيور اكاونتنت. انا والدي اصلا عضو، يعني انا وارث العضوية عن والدي. نشأت طبعا في كل الفروع، كنت انا ساكن اقرب لمدينة نصر، كنت بتواجد بحكم مكان السكن يعني اقرب لفرع مدينة نصر، بس كنت بحب اجي هنا برضو. لعبت في كل حتة في النادي تقريبا، اتربيت جوه النادي من وانا عيل صغير الى الان يعني، والحمد لله بشوف ابني بيجي يلعب ببقى سعيد جدا بحاجه زي دي يعني. طبعا الكوره بتبقى هوس لاي طفل، خصوصا ان انا والدي من محبين الكوره جدا يعني، فانا كبرت على ان الكوره موجوده في البيت، وده الشيء الوحيد اللي اقدر العب بيه معاه يعني، هو بيحب يلعب معايا كوره فقربني منه جدا، وبالتالي بدات اروح معاه الاستاد، احضر الماتشات، اشوف اجواء النادي الاهلي، غير ان انا طبعا تواجدي جوه النادي تشوف اللعيبه بتتمرن، فمن هنا جه الارتباط باسم النادي الاهلي. ومع الوقت اتعلمت حاجات كتيرة جدا جدا من وجودي في كيان النادي الاهلي، اذا كان بقى فرق الرياضية، انا اتمرنت في النادي هاندبول، اتمرنت سباحة، فمارست رياضة مش على مستوى طبعا فرق كبرى يعني، بس مارست الرياضة، شفت النظام، شفت النادي بفروعه، رحت الاستاد، شجعت الفرق، فأثر فيا تكوينيا من وجهة نظري كشخصية بشكل كبير جدا ارتباطي بالنادي الاهلي يعني. انا بروح الاستاد مع والدي من وانا عندي سنتين تقريبا يعني، سافرت كل محافظات مصر باشكالها المختلفه، حضرت ماتشات في كل حته. اول ماتش ليا ذكرى معاه، انا حظي كان حلو شويه الحمد لله، وده اللي اتعودنا عليه من النادي الاهلي، ان نادرا ما بنخسر او نتعادل، في العادي متعود انك بتكسب، النادي الاهلي بيكسب. فكان مباراه لو اتذكر كانت مع المقاولين في موسم 94 95 تقريبا، 95 96 حاجه كده، والاهلي خسر، وكانت دي اول مره اشوف النادي الاهلي بيخسر في الاستاد، وكان شيء بالنسبه لي عجيب. فقعدت اعيط مده طويله جدا، لان انا بقول لبابا انا عايز اشجع الاهلي، مش عايز اشجع فرقه ثانيه. فقولي طب ما تشجع الاهلي، ما الاهلي خسر، الاهلي مش متقبل فكره ان حاجه اسمها خساره مع النادي الاهلي. وكان ده من وجهه نظري احد اهم الدروس اللي خدتها، ان انت بتحارب لاخر دقيقه في كل حاجه، بس في نفس الوقت الفوز والانتصار انت بتعمل اللي عليك، وتحصده او ما تحصدوش دي حاجه توفيق من عند ربنا يعني. فكانت دي ذكرى بالنسبه لي ما انساهاش طول عمري يعني، ان احنا الماتش ده في مباراه الاهلي والاسماعيلي 6-0 اسماعيليه، كنت بالصدفه رحنا متاخر وقعدت في مجموعه كلها من جماهير النادي الاسماعيلي، فكان شيء صعب جدا ان انت يجي جون في اسماعيليه للنادي الاهلي تقوم تحتفل في وسطهم، هتبقى صعبه جدا يعني. فالاولاني، الثاني، الثالث، الرابع ما قدرتش امسك نفسي بقى، وبقيت بحاول اجري بعيد عن الناس عشان ما استفزهمش يعني طبعا. فلا في ذكريات كتير، جون كابتن محمد ابو تريكه في ماتش النجم الساحلي الاول في الفاينل، كان بقى لنا كتير ما خدناش بطوله افريقيا، وكان الواحد مشحون نفسيا جدا، فالجون ده كان برده من الاجوان اللي اثرت فيا. طبعا بقى مرورا بالصفاقسي، جون كابتن عماد متعب في سيوي سبورت، لا في ذكريات كتير، وانا الحمد لله يعني من الناس دائما التردد على الاستاد يعني، من زي ما تربيت في النادي تربيت في الاستاد وفي حب النادي يعني. قدوتي في النادي الاهلي ده سؤال صعب، لان النادي الاهلي اجيال متلاحقه، انت كل جيل بيعلمك وبتستفيد منه، من اول القصص اللي بنسمعها عن كابتن مختار التتش، كابتن صالح سليم، كابتن ثابت البطل، كابتن حسن حمدي، كابتن حمود الخطيب، كابتن حمد ابو تريكه، حسام غالي، في كوكبه تشوفها وتدرس سيرتها الذاتيه داخل النادي الاهلي وتستفيد منها. فانا بشوف ان احنا جيل محظوظ، لان انت تقدر تستفيد من كل واحد ومن الجوانب القويه جدا اللي كانت في شخصيته وفي تاريخه والنادي الاهلي، الناس دي كلها اضافت للنادي الاهلي والنادي الاهلي اضاف لها، وبتتعلم من كل واحد حتته، ولو قدرنا كجيل ان احنا نلم كل ده ان شاء الله احنا كمان نساهم في ان اسم النادي الاهلي يعلى ويعلى الى ابعد مدى ان شاء الله يعني. الاهلي فوق جميع الكلمه بتمثل لي حاجات كتير، بتمثل لك، بتعلمك النظام، بتعلمك ان في مجموعه وان مصلحه المجموعه فوق مصلحتك الشخصيه. بتتعلم في النادي الاهلي ان انا ما ابصش لنفسي بس، النادي الاهلي ككيان فوق كل شيء، فوق مصلحتي، فوق طبعا احنا بنتكلم في اطار النادي الاهلي، ان النادي الاهلي فوق جميع ابنائه، مصلحه النادي الاهلي تبديها على مصلحتك، تبديها على اي حاجه طالما في اطار النادي الاهلي. وده على فكره بيجهزك ان انت كشخص تفهم فكره المسؤوليه اصلا، ان انت يعني انا بداياتي كطفل بتسمع كلمه الاهلي فوق الجميع، الاهلي فوق الجميع، الطفل ما بقاش فاهم الكلمه دي، بس لما يبدا يشوف مواقف
في حياته مختلفة، مواقف كتير طبعا عشان الواحد ما يحصرهاش، بتتعلم فكرة المسؤولية، ان انت في مسؤولية تجاه المجتمع، مسؤولية تجاه المجموعة، مسؤولية تجاه عيلتك، وطبعا مسؤولية تجاه النادي الاهلي، ان الاهلي مصلحته فوق اي حاجة، فوق مصلحتك الشخصية. ويعني هي بتلخص حاجات كتيرة جدا، وحالة عايش فيها النادي بكل فروعه واطيافه، يعني جماهير، اعضاء، مجالس ادارات، لاعبين، عاملين، كل حاجه. وعشان كده النهارده النادي الاهلي في مكانه مختلفه. النادي الاهلي من الاماكن اللي نقدر نقول قليله في مصر اللي بتطبق الفكر ده. يعني وجود الشباب في المواقف المختلفه، بدايه انا شاركت في التصويت على اللائحه وتنظيم اليوم بالشكل اللي الحمد لله الاعضاء كلها كانت مبسوطه منه، دورات زي دوره رمضان، في شباب تانية شاركت في بطولات افريقيا وفي تنظيمها. انت النهارده اولا بتفيد الشاب ان هو بياخد الخبره والاكسبيرينس المطلوبه عشان يبقى قادر يفيد النادي الاهلي في المستقبل ان شاء الله، باللي بيتعلمه من النادي، باللي بيشربوا من الناس اللي عندها اصلا الخبره وبيتفرج عليهم وبيتابعهم عن قرب. ده جزء. الشق الثاني ان انت الشاب العضو في النادي هو اللي بيصوت او في ايا كان التصويت، او بيشارك في دوره او دخول ملاعب لو زي بطولات افريقيا. اللي داخل دول عيلته، ممكن تبقى والدته، ممكن يبقى اخوه، ممكن يبقى ابوه، ممكن يبقى جده، فبالتالي كله بيتعامل مع الاعضاء على ان هم هي عيله الاهلي. احنا النهارده عايزين نتاكد ان الناس دي بتجد الراحه التامه اللي هي محتاجاها واليسر في كل حاجه. فدي اضافه للنادي من جزئيه، ودي اضافه للشباب. وحته ان احنا النهارده بنجهز الشباب ده شيء مهم جدا، لان انت بلا خبره الدراسه ما بتفيدش، بس الخبره والتعامل وان انت تشوف ناس عندها حسن تدبير الموقف وعلاجه ده شيء ما بيحصلش الا وانت في قلب الحدث. فوجود الشباب شيء يحسب لكل الناس اللي بتعتمد على الفكره دي وبتحاول تطبقها. نتمنى ان، ودي نقطة أنا حابب أتكلم فيها، أنا حاليا أنا عضو لجنة شباب لسه منضم 6 شهور تقريبا. إحنا عايزين وهدفنا الأول إن شباب النادي الأهلي يبقى متواجد داخل النادي. إحنا عندنا 140 ألف عضو في النادي الأهلي، ففي كم شباب غير طبيعي، نتمنى إن هو يبقى موجود جوه النادي يستفيد ويفيد. وفكرة الليبر يعني الورك فورس، كل ما بتزود حجم الناس كل ما الإضافة هتزيد، كل ما كل يعني هتوصل للأوبتيمم اللي انت محتاجه. فأتمنى ان الشباب يتشجع ويبقى موجود، حتى لو ما بيقدرش ان هو يبقى موجود بصفة دورية، بس لو عندهم أفكار، لو عندهم أي الرغبة ان هو يشارك في أي شيء داخل النادي، أتمنى انه يتواصل مع النادي، ما يتواصل مع لجنة الشباب، يتواصل مع اللجنة العليا، بحيث ان احنا نقدر نوصل كل الافكار اللي في النادي الاهلي. وعلى فكره كل الانشطه اللي موجوده النهارده والشباب بيشارك فيها ده من شباب اعضاء، مش اعضاء في اي لجان، ده هم اعضاء عاملين او تابعين، هو كل هدفه انه يفيد النادي، وبدون ما يحس هو بيستفيد وبيوصل لخبرات بتفيده في حياته هو الشخصيه. فان شاء الله نوصل ان احنا كل الشباب اعضاء النادي الاهلي يبقوا متواجدين، بيوصلوا أفكارهم، بيوصلوا طموحاتهم، رؤيتهم للنادي. والحمد لله الإدارة، مجلس الإدارة، الإدارة التنفيذية بتشجع جدا صوت الشباب إنه يوصل بالشكل اللي يستحقه. يعني من أهم مميزات وأسباب نجاح من وجهة نظري طبعا المتواضعة، يعني النادي الأهلي، هو النادي الاهلي دايما بيتحرك كمجموعه، الناس والمجموعه اللي موجوده داخل النادي في ظهر بعض، تشجع بعض. النهارده اسلام او احمد موجود في مكان، اول واحد بيبقى موجود صديقه او زميله او عضو جمعيه اللي معاه عشان ان النادي الاهلي يبقى في احسن مكانه. وجت من هنا فكره عيله الاهلي. عيله الاهلي هي كل العناصر اللي انت قلت عنها، الرواد، الاب والام، الطفل، الشباب، كل ده
بيمثل عيله الاهلي، وعيله الاهلي مش بس اعضاء وعاملين ولاعبين واداريين، لا انت كمان انا بشوف ان جمهور النادي الاهلي جزء من عائله الاهلي. طبعا احنا عيله متكامله، هدفها الاول والاخير دايما ان النادي الاهلي يبقى في احسن مكان. بوجود النادي الاهلي في احسن مكانه، بتواجد العناصر دي كلها، بيخليهم هم يتطوروا وبيخليهم هم يستفيدوا كمجموعه وكافراد ونواحي شخصيه وكل حاجه. فاتمنى يا رب ان دايما عيله الاهلي تبقى بنفس المنطق، نفس العقليه، ان احنا منظومه واحده بتدفع النادي الاهلي لاحسن مكانه، وان شاء الله الى الابد. يعني انت النهارده في نشاطات لكل الاعمار السنيه داخل النادي. فكره اللجان عامه كانت متواجده باعداد اقل، بافكار اقل، النهارده في توسع، وان شاء الله في المستقبل يبقى في توسع اكتر. لما توصل لمرحله ان شاء الله ان كل مجموعه او كل لجنه بتطبق دورها، مش بس كاعضاء لجنه بقى كمان، ودي نقطه مهمه جدا. النهارده اللجان انت ممكن تتطوع ان انت تساعد اللجنه في شيء، تساعد اللجنه في ايفنت، تساعد اللجنه في فكره. فالشموليه زي ما بيقولوا ان انا يعني يبقى في شمول ان الاعضاء حتى لو هم مش اعضاء لجان بيشاركوا في الانشطه الاجتماعيه داخل النادي. ان انت تبدا تعمل انشطه بتميكس الاعمار السنيه المختلفه في ايفنتس واحده، هيخلي في تواصل بين الاجيال، هيخلي العيله دي تتمسك اكتر. هنبدا احنا كشباب نتعلم من الاجيال اللي اكبر مننا سنا حاجات كتيره جدا بقى عن النادي وعن المجتمع وعن حياتنا، وتفيدنا احنا في حياتنا الشخصيه بالاضافه طبعا للنادي. ففكره ان احنا ما بنقتصرش الحركه على اعضاء اللجان او المسؤولين عن الايفنتس محدده، وان كل الناس تبقى حابه تبقى متواجده وبتشارك بافكارها وبمجهودها، وان التواصل والميكس اللي ما بين الاجيال ده يضمن النجاح ان شاء الله من وجهه نظري. يعني يا رب دايما متجمعين، يا رب دايما في ظهر بعض، يا رب دايما متمسكين بنظامنا ومبادئنا اللي علمتنا في حياتنا الشخصيه وخلتنا ناجحين. يعني انت من مبادئ النادي الاهلي بتخليك كشخص تتعلم النجاح غصب عنك من غير ما تحس، لانك بتشوفه في المكان اللي انت منتمي ليه بكل جوارحك. يعني فيا رب دايما عيله الاهلي في احسن شكل، في احسن صوره، بتسعى ان الاهلي فوق الجميع، وبدون ما يشعروا ان شاء الله كلنا هنبقى احسن شخصيا والنادي الاهلي في احسن مكانه.